اليوم كان الملفين معانا معروضين على انظار محكمه الاستئناف ديال الموكل ديالنا محمد المديمي بصفته رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بمراكش. الملف الاول اللي هو كان ادين فيه باجل 22 شهر، والملف الثاني ديال 4 سنوات. كان في الجلسات السابقه الدفاع ديال المطالبين بالحق المدني ما كانش كيتوصل، وحنايا طلبنا السهر على التبليغ، سهرنا على التبليغ، كلهم توصلوا وحضروا في هذه الجلسه جميعا، تقريبا جلهم حضروا، وتالي غاب نابوا عليهم بعض الزملاء ديالهم، والمحكمه قررت تاخير الملف لجلسه 7/6. وحنا قلنا ودي هذه القضيه ديال الجلسه 7/6 شويه بعيده، ولكن وضعيه الاعتقال، ولكن نظرا للاكتضاد ديال الملفات وكذا، المحكمه خذت القرار ديالها باش دير الملفين بجوج في نفس النهار اللي هو 7/6. 7/6 غيكون الملف جاهز ان شاء الله. وفي نفس الوقت تقدمنا بطلب الصراح المؤقت. الجديد في القضيه ديال المديمي هو ان اليوم كيتم الاستماع لكل الاطراف، كل الاطراف اللي هما كانوا موضوع الشكايه اللي تقدمنا بها امام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه النقد بصفته رئيسا للنيابه العامه، والذي احالها بدوره على الوكيل العام لمحكمه الاستئناف مشكور باش انه حال كذلك على الفرقه الوطنيه قصد اجراء الابحاث اللازمه والتحريات بشان ما تضمنته هذه الشكايه. تقدمت اصاله عن نفسي ونيابه عن زملائي اللي ما حضروش نظرا لانه تواصلنا مع باقي الدفاع ديال الطرف الاخر في اطار التقاليد والاعراف، واللي هما خبرونا بانهم غادي يحضروا ويطلبوا التاخير نظرا لانهم اول مره كيحضروا، وهذه حقوق الدفاع وما يمكن ليناش حنا نعرضوا في قضيه حقوق الدفاع، وخلينا يعني الامور تمشي عاديه وطبقا للقانون، باش حنا اللي كيهمنا اساسا هو الحريه ديال المديمي. اللي كيهمنا اساسا هو انه المديمي يتمتع بالمحاكمه العادله. اللي كيهمنا اساسا هو انه اليوم القضاء اللي عندنا فيه ثقه مطلقه، خاصه قضاء درجه المحكمه الاستئناف. بغينا الحقيقه تبان، لانه هذيك القضيه اللي قالوا ديال المسوده والاساءه للوحده الترابيه والمؤسسات العسكريه، هذه ما كتعنيهمش غير هما المشتكين، كتعنينا حتى حنايا، حتى حنا مغاربه، وهذا الشيء كيشكل قسم مشترك او المشترك بين كل المغاربه وفقا للدستور وفقا للتقاليد وفقا للقيم المشتركه فيما بين كل المغربيات والمغاربه. وفي هذا الاطار بغيت نشكر من خلالكم كل المتضامنين والمتضامنات مع محمد المديمي، وبغيت كذلك نشكر كل الهيئات الحقوقيه اللي كتساندوا واللي حضرت معنا واللي كتتبع وكتواكب، وكذلك بغيت نشكر المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي انتدب ممثلين على اللجنه الجهويه بجهه مراكش اسفي، واللي حضروا معنا هذه الجلسه هذه وتبعوا الاطوار ديال المحاكمه، لانه في المرحله الابتدائيه في الحقيقه وبكل صراحه كيمكن لنا نقولها وقلناها في التعليق على الاحكام اللي اعتبرناها جائره وقاسيه، انه العديد من الملتمسات اللي كتبين البراءه ديال الموكل ديالتنا ما تعاملتش معها المحكمه القاضي الابتدائي بواحد التجاوب اللي كيوصل للحقيقه القضائيه واللي كيستحضر قيم العدل والانصاف. وفي هذا الاطار هذا ان شاء الله اكيد ان كل الملتمسات غادي نعاودوها، وكل ما شاروا ليه الاخوات والاخوان من تحاليل في اليوتيوبرز في المواقع الالكترونيه في الانستغرام كذا مستحضرينه كوسائل من وسائل الدفاع، لان استراتيجيه الدفاع وخطه الدفاع في المرحله الاستئنافيه تختلف اختلافا جذريا عن ما عشناه في المرحله الابتدائيه. واللي كيشجع هو نزاهه هذه الهيئه واستقلاليتها وتجردها والسمعه الطيبه اللي عندها، ماشي غير الهيئه ديال اللي كتفاد الملف، بل محكمه الاستئناف برمتها، لا على المستوى الرئاسه ولا على مستوى النيابه العامه، واللي كنتمنى وانا كنظن على انه ان شاء الله غادي تستعمل العقل ديال الحكمه والتبصر وترجع الامور الى نصابها. وفي هذا الشهر المبارك الكريم اللي كنتمنى من المسؤولين كذلك ان الحكمه تكون، وان التعليمات تكون طبقا للقانون في هذا الملف،
اللي هو تفشى الان للابحاث حتى نصل الى من هو الفاعل. كيهمنا شكون هو هذا اللي دار هذه القضيه. المديمي كيدفع بالتهمه، كيتبرأ منها. اليوم آن الاوان باش نعرفوا شكون هو اللي كان وراء هذا الفعل الشنيع واللي كي واللي كي واللي كيقيس اللي كيقيس المغاربه كاملين، ماشي قص المديمي، قصنا كاملين. وشكرا.